جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.